بنتك يا أستاذ؟ شيماء شيماء. خسرت اليمن أكثر من 8,000 قتيل مدني، بينهم 476 امرأة و 508 أطفال في المدة ما بين الأول من ديسمبر 2014 حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 2015 بحسب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. التحالف في تقرير أصدره مؤخرا قال إن هذه ليست أرقاما نهائية بقدر ما هي الأرقام التي تمكن راصدوه من الوصول إليها. تم تدشين تقرير صادر عن رصد التحالف اليمني لحقوق الإنسان الذي تطرق إلى العديد من المسائل المتعلقة بأعداد الضحايا والجرحى، مع أنني في الواقع أظن أن هناك الكثير والأكثر من القتلى، أيضا باعتبار كمان عدد المعتقلين الذي فاق 8,000 معتقل. لاختفاء القسري أيضا هناك أعداد كبيرة. التقرير الحقوقي تناول جرائم تنوعت بين القتل والاعتقال والتعذيب وقصف الأحياء السكنية وقمع الحريات الإعلامية ومنع الموظفين من تأدية واجباتهم واستخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية وتلغيم الأراضي الزراعية والطرق الفرعية وتجنيد الأطفال، كما تطرق إلى جرائم قطع الكهرباء وحجب مواقع إلكترونية وتفجير منازل ومساجد. كان حصار تعز بالإضافة إلى تقويض سلطات الدولة إلى المخفيين قصراً لحرية الإعلام، أهم النقاط التي تم التركيز عليها في هذا التقرير وتقديمها للعالم الخارجي. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مستمرين بعمل الرصد والتوثيق، لدينا 30 راصد منتشرين على عموم 17 محافظة يمنية. نقدم تقارير دورية كل 3 أشهر، عندنا تقرير شهري، عندنا عدد من الإصدارات والأنشطة، وإن شاء الله نحن بصدد الإصدار تقرير شامل عن انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام بما فيها أخطاء الحاصلة من قبل التحالف العربي. التحالف الذي أصدر تقريره على هامش الدورة الاعتيادية 31 لمجلس حقوق الإنسان أوصى منظومة الأمم المتحدة بالسعي الجاد لتنفيذ قراراتها ودعم إعادة بناء أجهزة إنفاذ القانون في اليمن، كما دعا التحالف العربي لسرعة تفعيل عمل فريق التحقيق المستقل للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، ودعا الحكومة اليمنية لتقديم الدعم اللازم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان.